محلاها محلاها ما احنا بوسطنا الاولاد على شكون جينا نحنا على تونس وقصحي تونس تحيا تونس ودريريش تونس هيا لا تونيزي لا حضوري طبيعي انا منحازين لمطالب الشعب وخرجنا معهم يوم 25 جويلية واليوم نكونوا معهم وفي جميع المحطات نكونوا معهم. اعتقد ان المرحله ما بعد 25 جويلية اكدت على ان الخيارات للشعب ما هيش الخيارات المنظومه نتاع 10 سنوات، واعتقد ان الشعب اليوم مطالبه واضحه رغم كانت عفويه، وتشوفي ان الوجوه اللي جات هي من كل يعني الفئات الاجتماعيه، شباب، اطفال، شيوخ، نساء، رجال. الحمد لله هذه هي تونس الحقيقيه، هذا الشعب الحقيقي اللي حاولوا انهم يخبوه. الشعب اليوم خرج وقال كلمته وقال لا للمنظومه نتاع 10 سنوات نتاع سرقه نتاع نهب نتاع اغتيالات. اليوم الشعب التونسي يحب مكافحه الفساد. نزول المساند لقيس سعيد مش حبا في قيس سعيد، انما رفضا لهذه المنظومه، هذه المنظومة التي شردتنا وجوعتنا لمدة 10 سنوات، هذه المنظومة التي قزمت الشاب التونسي بصفة عامة والمواطن التونسي بصفة عامة، هذه هي المنظومة التي قلنا لها ورفضناها رفضا تاما ولكن ما زالت متشبثة في هذه المقاعد وهذه الكراسي لسبب بسيط، إنما البقاء في السلطة، لسبب بسيط إنما لتغطية جميع تجاوزاتها لهذه السلطة ولجميع مرافق الدولة. مادام كنا عملنا مظاهرات على المعيشة ما نعيشوا فيها معناها على البطالة معناها وعلى المواد الغذائية اللي غالية، عملنا مظاهرات على السخف البلاد نظفوا البلاد خير بصراحة، مش مظاهرات معناها صحيح ولا غلط، وعلى عباد يعني باك ربي عباد رجعها من الحرقة قيس سعيد العباد باش نحكي بولوجيك معناها شنو يعمل في البلاد قيس سعيد؟ على المعيشة اللي زادت في البلاد شنو يعمل؟ اعطيني حاجة من قيس سعيد في البلاد، ما حد شيء معناها عباد يعني باك ربي ظروفها قاسية، عباد ما قاتل ما تاك، عباد تسكن في جبل في الخرب لا يعاونوا فيها ولا حد شيء، عاملين مظاهرات وغنية وضربوك بصراحة على شنو ضربوك؟ على عباد ما قاتل ما تاكل؟ على واحد شاب بطالة هو الدبلوم عنده ما يخدمش؟ باش نحكي بولوجيك معناها في تونس نمونا مظاهرات على المعيشه اللي زادت بصراحه، على المرشي تدخل ب 50 دينار قفه يرحم والديك يعني باك ربي العباد 50 دينار صحيح ولا مش صحيح؟ ب 50 دينار معناها تعبيش قضيت نهارين تو هذه لوجيك عرفت شنو هي مظاهرات من قاعد بيت بصراحه بدون تعليق برشلونه. ثم صراع بين اراده الشعب واراده منظومه ما قبل 25 جويليه. اراده ما قبل 25 جويليه حبت الالتحاق بالبرلمان من أجل العودة إلى الوراء، وأنا كنائب عن الشعب من حركة الشعب مع إرادة شعبية في الإطاحة بالمنظومة القديمة الممتدة من 14 و24 جويلية ومع لحظة 25 جويلية اللي تربط مع 17 ديسمبر اللي هي شعارة الثورة شغل حرية وكرامة وطني. أمن لتونس ودعم القيس سعيد وشماتها في الخوانة اللي خانوا البلاد واللي عفسوا على البلاد واللي باسم الدستور اللي هو عاملينه هما نافقوا العباد وجوعوا العباد وما صار كان الفساد في تلك العشر سنين هذوما، وإن شاء الله بإذن الله مع قيس باش توصل تونس لبر الأمان. أنا من هنا من الموقع هذا نحب نتكلم باسمي وباسم كل اللي موجودين اليوم في شارع حبيب بورقيبة، شارع رمز هذا، نحب نوجه رسالة للناس اللي حكمتنا طيلة 10 سنوات أنه البلاد هذه مازال ضميرة حي ومازال فيها نفس، مازال فيها روح، مازالت حية. كارني معالجة، مجوعين أوليدي عاطيني 180 كارمي تونس 70، مولات الدار تسالني شهرين الدار تكتر علي وتنقب علي في الدار من فوق. بناويتي نمشي لهم للوزارة الشؤون الاجتماعية نقول لهم بناويتي راهم باش يموتوا بالشر. انقذوني يا هنا ولا يهديكم ربي برا تنعطيك برا تنعطيك لا ناكل ولا فما تنخلصوا في كراوات ويعلم بينا كان ربي من فئه الفقيره. احنا نطلبوا حتى اللي يجي يحكم تونس يكون عادل، ما يهمناش امراه ولا راجل من اي حزب ما يهمناش، يخزر لنا لينا احنا افقر عباد ربي راه مش حاسبينا مش حاسبينا. نمشوا يضحكوا علينا وراس ولدي، نمشوا للشؤون الاجتماعيه يضحكوا علينا، فهمت؟ يقول برا روح ما كانش واس. هاك المره قلت لهم كي مش تونسيه اختي خرجيني من هالبلاد. عليه هاك ابسط الحاجات صغارنا تعرفي ابسط الحاجات صدقيني بنتي تبدا تبكي يا امي تقول لي حتى كعبه كيك بناتي ما يعرفوش اللي يغر ياكلوه في تونس يا غر تاكل فيها الناس بناتي ياكلوا في تونس.
في الشهر كعبه يا غرت ونقولها لهم ويعرفوني وعندي الاوراق هاي من كل الوزاره فهمتي يعرفوني ونمشي غاديك بنيتي فهمتي ويصحتوني يقول بر بر هاو الوزير ما ثماش حكيت مع السيد وزير الشمعي سي محمد طرابلسي وقلت له سي محمد راهو هكا وهكا ويعرف مشيت انا وبناتي غاديك هزينا دبشنا هزينا دبشنا غاديك مشينا جاو هزولي دبشوا انا ارمله عندي زوج صغار ارمله انا راه جو هزولي دبشي غاديك وطيشوهولي وبناويتي مرمدين مساكل بناويتي فهمتي لا يعرفوا ماكله ولا نعرفوا دجاج ولا نعرفوا لحم جمل. احنا كشباب تونسي المطلب الاساسي نتاعنا هو المحاسبه ثم المحاسبه ثم المحاسبه، المحاسبه هي اول حاجه نحبوا عليها. نحبوا محاسبه كل من اجرم وكل من سرق الشعب التونسي وكل من سرق الشعب المفقر هذايا. مواطن تونسي ما طالب حتى شيء من رئيس الجمهوريه، ان شاء الله ربي يفضله وينظروا لنا لتونس وينظروا لنا لشعبنا وينظروا لنا لصغارنا. راهي تشردت في الشوارع وتشردت في اللي يطلب يطلب واللي متهمج متهمج واكثر من شطر واكثر من شطر رجالنا مطيشه في الحبوسات وسببها شنو؟ حاجات بسيطه ياسر يجي يتكلم على حق والراجل مش انا المراه على راسي وعيني من فوق راي امي واختي ومماتي ونحترمها زادة ألف مليون مرة راه لكن راه الراجل زادة عنده دور كبير ياسر راه. أنا اليوم حاضر بسيفتي محرز بوسيان كمواطن تونسي جاء للحضور في هذه التظاهرة اللي نعتبرها يعني لحظة تاريخية للوقوف إلى جانب تونس بصرف النظر على الأشخاص. اليوم كانت منظومة موجودة قبل 25 جويلية الشعب التونسي خذها وحسم فيها جات قرارات السيد رئيس الجمهورية وحسمت فيها وبالتالي نحن مع هذه القرارات التي حسمت في منظومة ما قبل 25 حضرت باش نقول لا رجوع لما قبل 25 جويلية. مواطن من المهدية نطالب بحل المجالس البلدية لأنها وقع فيها خداع وفيها تزوير وبزلبحوا الشعب يعني ظفرين يعني ما فما حتى خدمات أكثرية البلديات في المهدية ما فيهمش خدمات كبيرة. مواطن من المسير جيت مع جماعة أصحابي نحتفلوا بقرارات 25 جويلية 2021 اللي هي تقطع مع منظومة 2010 تقطع مع منظومة الخراب والفساد التي أسست لي ديمقراطية مغشوشة أسست لي ديمقراطية معناها عبارة على قفص خلت الشعب التونسي في قفص بي تي عل دستورية موهومة. نحبوا الشعب يريد قص سعيد حبوا تونس حرية نحب نعيشوا بلادنا حرين يزلم الزبابل ويزلم الخمز كلان السر كلان الخببز الغلاء كل شيء تقطع علينا بنيت ما خلو حتى ما خلو فينا شيء. فرحه كبيره وفرحتنا في قيس سعيد بإراداته وبقراراته وعلى راسهم وزيره رئيس الحكومه. انا في التعليم ونعرف شو معناها مسؤوليه ونعرف شو معناها قياده ونعرف شو معناها نظام ونعرف شو معناها حريات ولهذا مثلونا اعطينا كيف اعطينا تونس للجماعه نسخيبوهم باش يكونوا قد الرساله خانوا البلاد باعوها باعوا شعبها جوعوه فقروه ما عدناش حاشتنا بهم.